حققت مملكة البحرين قصة نجاح جديدة تجسدت في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، حيث تكاتفت الجهود لتحقيق هذا النجاح السنوي المعتاد. كان للجهود الأمنية دورها البارز في هذا النجاح. أسهمت وزارة الداخلية بدور بارز في إنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 من خلال الحضور الأمني المدروس والذي ساهم في نشر الأمن والطمأنينة لدى الجماهير. أحب أوجه جزيل الشكر وعظيم الامتنان لرجال وزارة الداخلية، صراحة مو مقصرين، وأحب أدعي جميع المواطنين اللي مترددين على حلبة البحرين أنهم لا يستعجلون ولا يتذمرون على الإجراءات اللي موجودة، لأن هي في النهاية لحفظ الأمن والأمان في حلبة البحرين. أعلن أن الجو حار، ولكن يعني المنظمين يستقبلونك بابتسامة، خاصة من رجال الأمن، يعني نشوفهم بابتسامة ويسهلون في عملية الحركة. يعني احنا كنا نشوف السنوات اللي فاتت في ازدحام في الطريق، ولكن السنة الحمد لله يعني سهالات وما في أي ازدحام، بالعكس سلاسة وتنظيم ممتاز. التنظيم جدا رائع، يعني مو أول سنة، احنا من أول بدايات الفورمولا 1 نجي طبعا من all the way من السعودية إلى البحرين إلى الحلبة. الشوارع سلسة، التنظيم رائع جدا، الإحساس بأنه الطريق مفتوح، الأماكن يعني تؤدي إلى الحلبة مباشرة، الأمان اللي نشوفه في الحلبة خارج الحلبة وداخل الحلبة، يعني في إحساس بأنه أنا في مكان very secure. والله احنا كنا خايفين انه يصيرنا زحمة وعدم التنظيم وكذي، كنا وايد مترددين ان احنا نيي، لكن الحمد لله من طلعنا الشارع كلش ما شاء الله، كل الامن والمرور منظم وبسهالات وصلنا الى هني. يوم ما دخلنا هني ما شاء الله بعد شرطة المجتمع، التنظيم، الترتيب، كل شيء منظم وكل شيء براحة، وذي شجعنا إن شاء الله. أنا كنا ناويين بس اليوم نيي، الحين هاي شجعنا نيي إن شاء الله بكرة وكل سنة إن شاء الله إحنا معاهم. جهود وزارة الداخلية واضحة وبينة، من دخلتك حق الفورمولا تشوف نقاط المرور واضحة، توزع السيايير الأماكن كلها مترتبة، في دخولك للفورمولا تشوف نقاط التفتيش موجودة، رجال الأمن متوزعين على كل المناطق على كل المنصات، فكل شيء الحمد لله واضح وبين وكل شيء تمام، والحمد لله احنا مستانسين في هذا اليوم، والله يعوده على البحرين بكل خير. صراحة هذه أول سنة، يعني أنا كل سنة أي فورمولا، هذه أول سنة أشوف ترتيب كذي من ناحية الفورمولا، أول شيء من ناحية المرور اللي برا داخل ترتيب شيء مو طبيعي، حتى لدرجة أول مرة أي هالحزة ما أشوف ما في زحمة خير شر، يعني صراحة ترتيب هالسنة شيء خيال. الحمد لله من برا على الفورمولا نشوف المرور كله واقفين ومسهلين على الأمور وما بزحمة مثل كل سنة الحمد لله، وكل سوا دشينا ما طلنا ساعتين ثلاث اللي ما دشينا، وحتى داخلني متواجدين وايد، نشوف ان الداخليه وان الشرطه هني كلهم تحس انه بامان اكثر من مثل كل سنه، فيعطيهم العافيه وانه يبين يعني بذلين جهد اكثر من كل سنه. ممتاز وسعيد جدا واشعر بالامان، الامن ممتاز جدا واشعر بالامان، انا سعيد جدا بالوجود في الحلبة وفي شوارع البحرين، سعيد جدا، الامن في الفورمولا 1 ممتاز والكل سعيد، شكرا. بشكل عام الأمن جيدا جدا والإجراءات الأمنية جيدة، بمجرد دخولنا الحلبة من مواقف السيارات هناك تفتيش أمني لكل شيء، والأمن متواجد في كل مكان في حال وقع أحدهم في مشكلة. نعم أنا مرتاح جدا. نعم التنظيم ممتاز جدا، تمكننا من الدخول بسرعة والكل منظم هناك، والدخول كان سريعا بدون أي مشاكل، أشعر بأمان تام لأن الكل في مكانه صحيح ويرشدنا إلى الاتجاه الصحيح، وإني متطلع جدا لهذا السباق. أستطيع أن ألمس الكثير من التحسينات مقارنة بالسنة الماضية، فقد أصبح بإمكاننا الوصول هنا بسهولة، الطرق سالكة والشرطة منتشرة في كل مكان، وأشعر بالأمان هنا لمشاهدة السباق، حيث أننا نحظى سنويا لمشاهدة السباق منذ 10 سنوات. أمان تام والتواجد الأمني كثيف جدا من وزارة الداخلية في الطرقات وداخل الحلبة، ويوجد حضور أمني في الشوارع لمساعدة الناس إن اقتضت الحاجة.
شكل سباق الفورمولا واحد قصة نجاح بحرينية تكاتفت من أجل تحقيقها العديد من الجهات المعنية، وستتجدد قصة النجاح هذه سنوياً لأن الشعب البحريني يملك مقومات المجتمع المنفتح والمتعايش والمتسامح مع الآخر.